مرحبا بحضراتكم. أولى فقراتنا الحوارية، وهنتكلم في الفقرة دي عن رياضة المكفوفين. وزي ما بنقول، رغم إن هم فقدوا يعني بصرهم، إلا إن هم استطاعوا كمان تحدي كل المعوقات دي، وإن هم يحققوا إنجازات في مختلف الألعاب الرياضية، مش في رياضة حتى واحدة. خلينا نرحب بدكتور أحمد عوين، رئيس اتحاد المكفوفين الرياضي. منورنا يا فندم، صباح الفل على حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا صباح الخير يا دكتور أحمد، سعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معانا النهاردة. وبطبيعة الحال عندنا نقط كتير وملفات كتير هنفتحها مع حضرتك، بس أستأذنك نبتدي بالاتحاد، التعريف باتحاد رياضة المكفوفين والأنشطة اللي بيقوم بيها والإنجازات ونوع الرياضات اللي هو بيشملها. طيب انا استاذن حضرتك ابدا بحاجه ثانيه. اتفضل. يعني شكرا لحضرتك الاستاذ كريم والاستاذه نهاوند على هذه الاستضافه، وشكرا للكرو الجميل ده والاستقبال الرائع يعني والاستعداد العظيم. وخليني ابارك لكم على الاستوديو الجديد والمكان الجديد اللي بسم الله ما شاء الله يعني شيء مشرف. خليني كمان اهني النادي الاهلي العريق العظيم بقناته الجميلة، أحسن قناة وأفضل قناة في العالم العربي. وخلينا هني النادي الأهلي وحضراتكم ورياضييه وكل المنتمين إليه بكل إنجازات هذا النادي العريق اللي أي مصري وأي عربي بيفخر به. أما سؤال حضرتك، فالاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين تاريخيا هو جزء من الكيان اللي بيتابع ويمارس رياضات المعاقين، كل الديزابلد. فكان في البداية الاتحاد الرياضي للمعاقين لما بدأ بدري قوي يعني من السبعينات، والممارسة في مصر هنا بيمارس المعاقين بصفة عامة، سواء مكفوفين أو الإعاقات الحركية أو غيره. كان بعد كده بدأ الاتحاد المعاقين. بعد اتحاد المعاقين كان في اللجنة البارالمبية المصرية، وكانت هي اللي بتمثل هذه الاتحادات وبيتلعب تحت مظلتها جميع الألعاب، لحد ما حصل نوع من الاستقلال، وده التوجه العام في الاي بي سي او اللجنه البارالمبيه الدوليه، ان الاتحادات تستقل برياضاتها او بنوعيه اللاعبين اللي فيها. فاستقل اتحاد المكفوفين ضمن هذه الاتحادات. كان الكلام ده سنه 1994، متاسف. اتفضل. من 6 سنوات تقريبا او يعني اكثر قليلا استقل الاتحاد واصبح اتحاد مستقل، زيه زي اتحاد الذهني بعد كده، واتحاد الطايره جلوس. يعني بدات هذه الاتحادات تبقى تمارس عملها في الفئه اللي معنيه بها. فاتحاد المكفوفين له 6 سنوات بيمارس النشاط الرياضي في الفئة الخاصة بالمكفوفين فقط. تمام. وبيشمل كام رياضة بقى يا فندم؟ الاتحاد المصري احنا عندنا 7 لعبات. عندنا لعبتين جماعيتين، اللي هي الجول بول او كرة الهدف، او اللي الناس عارفاها بكرة الجرس. هي مشهورة بكرة الجرس، الاسم الدارج. الاسم الدارج لكن كان اسمها كرة جرز لما ما كانش في غيرها كرة بجرز، كانت هي الكرة الوحيدة اللي بيبقى فيها جرز. أيوه. فكان اسمها كرة الجرز. لما ظهر بعد كده أكتر من كرة فيها جرز بأشكال مختلفة ورياضات مختلفة، فبدأ يبقى الاسم الرسمي بتاعها. عندنا الجول بول، ومن اسمها هي كرة الهدف. عندنا لعبة جماعية أخرى فوتبول، كرة القدم، ودي فيها جرس ودي فيها جرس، لكن دي باليد، الجول بول باليد، والفوتبول بالقدم. عندنا ألعاب فردية، رفع الأثقال والجودو
ودول لعبتين يعني انا بتشرف ان بعضويه المجلس الحالي للاتحاد الرياضي للمكفوفين. المجلس ده هو اللي انشا او ادخل هاتين اللعبتين في مصر هنا. هي العاب قديمه في العالم اللي هي الباور ليفتنج والجودو، دخلناهم من سنتين فقط. رفع الأثقال والجودو كانوا في نفس التاريخ تقريبا. كانت النتيجة المشاركة في أكتر من بطولة عالم، أنا بتكلم على اللعبتين، أكتر من بطولة عالم، وكان الأهم كمان تنظيم بطولات عالم هنا في مصر بينظمها الاتحاد. مش كده وبس، وكمان ولادنا بيحققوا ما شاء الله ميداليات ومراكز وبيكسروا أرقام عالمية. فدي من الألعاب الفردية اللي عندنا. كمان عندنا ألعاب القوة، ودي معروفة، لعبة معروفة يعني، لأن هو الكفيف بيلعب زي الإنسان العادي جدا لأن جسمه سليم، فبيمسك بيجري في الجري، في الوسب بينط مفيش مشاكل خالص، في القرص بيرمي، الجلة بيرمي، الرمح بيرمي زيه زي الإنسان العادي، حتى بنفس الأدوات بنفس أوزانها مفيش فرق خالص في ألعاب القوة. ولا في القوانين في أي تغييرات ولا في ألعاب القوة تقريبا؟ لا تقريبا، بس في بعض التكنيكس يعني التكنيكات بتختلف شوية. يعني مثلا القرص، القرص اللاعب العادي بيلعبه اللي هو بيبقى جوه القفص الحديدي دوت وبيلفه ويرمي، ده بيحصل عندي في البي 2 والبي 3، بمعنى او تي 12 وتي 13، اللي هو احنا عندنا المكفوفين بيتصنفوا ثلاثة كلاس. الكلاسيفيكيشن ده بيحدد لي اما توتال بلايند يعني كفيف نهائي خالص، وده بيبقى بيسموه بي 1، او يعني نص نص كده يعني يشوف النور او يمشي حاله يعني، ده بيسموه بي 2، او يعني اعلى درجه للي ما بيشوفش واقل درجه من اللي بيشوف اللي هو نظره ضعيف جدا جدا، ده بيبقى بي 3. هي بي دي عايده على ايه يا دكتور؟ بي بلايند. بلايند ها؟ بلايند. تمام. فال 2 و3 ده شايف فيقدر يلف في القفص ويعمل الحركه ويرمي. البي 1 لا ما يقدرش يعني طبعًا. لانه لو لف هيختل ممكن طبعًا. يرمي في القفص او يرمي في الجنب تاذي حد، فده بيرمي من وهو واقف من الثبات نسميه. من غير اللفه والسبيننج. من غير اللف، لان اللفه دي لو هو مش شايف تخلي توازنه. بس اللي حضرتك بتتكلم عليه ده شيء مبهر الحقيقه، يعني فكره ان حتى في العاب معينه ما حصلش فيها تغيير كبير في قوانينها والشخص المكفوف يقدر يلعبها ويحترف فيها زيه زي المبصر، دي حاجه مبهره جدا الحقيقه. ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، لان هو هي المساله ايه؟ انت بتحاول توفر يعني احنا لما بنيجي نلعب مثلا كره قدم، انت شايف الكوره وبتاخدها وبتستقبلها وبتجري وبترقص وبتشوط وبتعمل ديفنس وكلام زي كده. لما يعني خليني اقول لحضرتك ببساطه شديده، وده يعني اللي سامعيني دلوقتي من الاصدقاء القدام قوي عارفين الكلام اللي انا بقوله ده كويس قوي ومارسناه يعني. انا شخصيا كف بصري على كبر بعد الثانويه العامه، فكنت لعيب كوره جامد وكنت احب قوي الكابتن بيبو على فكره يعني، كان يعتبر لا حقيقي كان يعتبر بالنسبه لي كنت مثل اعلى هو للجيل كله يعني، لان تقريبا انا من جيله يعني او اقل منه شويه صغيرين. فلما جيت حصل الاصابه، طب عايزين نلعب كوره احنا هنتجنن عايزين نلعب كوره، فقالوا لي في رياضه معاقين مكفوفين، ومكفوفين ايه وبتاعي ومش واخد على القصه دي. فقالوا لي في الجول بول هي كره الهدف دي اللي وقتها كان كره الجرس يعني. فاخترعنا ان احنا نلعب، وقتها كان في نوع من الكور دي للتدريب، اخترعنا ان احنا نلعب بيها قدم. الكلام ده انا بتكلم مثلا في سنه 80 مثلا يعني، من 40 سنه يعني.
فبدأنا نلعب قدم بكرة لها صفات معينة وكان لسه العالم ما لعبهاش. بدون أدنى مبالغة يعني احنا كنا بنرفع وبنقابل على بتستقبل على الصدر وبشوط وانا نايم وانا عالطاير وحاجات زي كده. يعني كل المهارات كل المهارات اتعمل. النهارده بقت علم. انا بكلمك احنا كنا بنخبط كده مع نفسنا من 40 سنه. النهارده كره القدم اصبح ليها بطوله عالم، اصبحت في البارالمبيك جيمز، اصبحت ليها بطوله افريقيا، لا منظمه ومنضبطه. فابطالنا مثلا في كرة القدم لما تشوفوا استحالة تتصور ان ده مش شايف. الله ما شاء الله. لا استحالة. كور مرفوعة وكور باص وبيخش وبيقطع وبيعمل ديفنس ويضرب تحت الحزام ويعمل كل حاجة. يعني كل حاجة. يعني دكتور احمد عايشنا مع حضرتك كده برضو الاجواء اللي هم يعني بيعملوها ازاي. طبعا دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى ده الاول يعني في كل شيء هو. ولكن خلينا نفهم يعني هل هناك بيكون تركيز بشكل عامل ازاي؟ هي المسألة ببساطة ايه؟ المسألة ببساطة ان الانسان لما بيركز على حاسة معينة. يعني أنا لو ركزت إن أنا لما أشوف حضرتك أحدد اتجاهك. أنا لو غميت عيني، أنا طبعا أنا الحمد لله توتال بلايند، يعني بتكلم بلسان الإنسان العادي المبصر يعني. أيوه. لو غم عينيه هيحدد مكانك برضه بالصوت. بس يعني بس بس هو يركز إن هو يستغل حاسة أخرى، حاسة السمع. صح. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بقلل او بلغي بقى خالص اعتمادي على حاسة معينة علشان اوصل من خلال الشيء المرجو ده اوصل اليه من خلال حاسة اخرى. فلان انا عندي حواس، عندي سمع وبصر ولمس وشم وذوق، وعندي حاسة ستة بقى اللي محدش بيعرف، مش عارف اوصفها لك اللي هي بالفعل ربنا سبحانه وتعالى ادى الناس كلها قدرات قد بعض بالظبط. مفيش حد احسن من حد. اذا كان كريم بيه ولا نهاوند هانم، ربنا متعكم بالبصر، فاكيد انا عندي حاجه مش عندكم. طبعا اكيد طبعا. واكيد حضراتكم عندكم حاجه افضل مني في شيء اخر. في النهايه احنا بنجتمع كلنا يعني تحت نعمة ربنا سبحانه وتعالى وفضله ان كلنا واخدين زي بعض. ونعم بالله. ده كلام اظن ده ما فيهوش فصال. في النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها دكتور احمد، يعني في تعبير شعبي دارج كده بنستخدمه دايما، فكرة ان ربنا بيقطع من حتة بس بيوصل من حتة تانية. بيقطع من هنا بيوصل من هنا. التفصيلة دي متحققة دايما دايما الحقيقة. صحيح. مع فقدي البصر. لان هو اوريدي خلاص انا مش قادر استخدم حاسة البصر. بعوضها بحاجه تانية. انا ممكن اسمع اللي حضرتك بتسمعوش. اكيد. مش لان انا اجدع منك ولا حاجه، لكن لان انا مركز. لا ده كفايه الاراده يا دكتور احمد. يعني الاراده لان انا مركز على حاسه معينه ممكن حضرتك تكون اغفلتها شويه. كنت بقى لحضرتك ازاي. فهي دي المساله، ان اضافه لحاسه بقى السادسه اللي انا مش عارف اوصفها لكم. في حاجات فعلا ما اعرفش اوصف، لكن اعرف لو لاحظتوها مع المكفوفين تجد انه بيعمل حاجات تقول ازاي عملها ده شايف، هو مش شايف ولا حاجه. سبحان الله. فعلا. بس هي حاجه ما اعرفش اوصفها، هي فضل من ربنا سبحانه وتعالى وقدره سادسه وفضل من الله بيخليني استغله، وغيري قد غيري لو استغله يمكن يعمل احسن مني، لكن يمكن هو ما بيستغلهاش. فده دخلنا بس الكلام عن الالعاب. عايز اقول لحضرتك على وانا ممكن اقول انا حاجه قبل بس ما نخش التفصيل الالعاب. يعني اصل كلام حضرتك ده يعني مش بس كلام، ده فيه الهام كبير جدا للشباب كمان بيتفرج. لا عايز اقول لحضرتك اصل انا وكريم دايما بنكرر النقطه دي، الاعاقه مش في الجسد، الاعاقه هي عدم يعني قدرتك على انك تصدق ان انت قادر توصل لحلمك. في شباب ما عندوش اي مشكله، او في اشخاص ما عندهمش اي مشكله خالص
في جسدهم، بالعكس ربنا مديهم نعمة يعني كاملة، ولكن هم مؤمنين ان هم مثلا فشلة او ان هم قدروش حققوا حاجة، وبالتالي فعلا بيصبحوا اشخاص يعني غير منتجين في المجتمع تماما. فشوف سبحان الله، يعني عشان كده بقول لحضرتك كلامك بجد في غاية الأهمية لو احنا بس يعني فهمناه. اشكر حضرتك جدا، لان حضرتك يعني عملت ستريس على حاجة مهمة خالص. المسألة مش انا مش انا ناقصني ايه، احنا اتفقنا ان ربنا سبحانه وتعالى ما يعني وما ربك بظلام للعبيد، هو ما بيظلمش حد، هو زي ما مديني مدي كريم بيه مدي نور هاني، ما بيسيبش حد يعني، كله زي بعضه. لكن طب ايه اللي عندي مفتقد اقدر اعوضه؟ فكل الناس عندها طاقات محدده، استغل طاقاتك. أيوه. هي دي بقى. فالمعاق بصفه عامه سواء بلايند او حركي او غيره، اللي عايز يبقى معاق منهم فعلا ما يعملش حاجه، هو ده ما يعملش حاجه. اللي عايز يثبت ان الاعاقه فعلا مش حركيه، وهي مش محتاجه اثبات على فكره، لان هو افعاله تثبت، افعاله تثبت. المساله مش شكل. يعني انا اسف هضرب مثل ما اعرفش اذا كان صحيح ولا مش صحيح، لما اشوف صوره انسان مرسومه مش معناه انه انسان. انا ممكن لو على البعد حضرتك لمحت انسان واقف ملامح بشر وبصص لك وحاجات كده، يعني هتتصور انه انسان، ممكن توصل له تلاقيه تمثال. اذا مش كل من لبس صوره الانسان بقى انسان، مش كده ولا ايه؟ فممكن جدا يكون مجرد تمثال، مجرد صوره زيتيه من بعيد بعبقريه الرسام حسها حقيقه شدك ليها، خدت بال حضرتك ازاي؟ لكن هو مش حقيقي. فالنهارده المعاق هو مين؟ مش المعاق اللي ما عندوش رجل ولا اللي ما عندوش عين ولا ما عندوش ايد، المعاق اللي ما استغلش قدراته وفضل ربنا سبحانه وتعالى عليه يوظفها للحياه، هو ده المعاق. هو ده تفهم. انما اللي ناقصه ايد، طب لو عوضها بايده الثانيه خلاص ما بقاش معاق. دكتور احمد، كلام حضرتك الشيخ ده يعني احنا عندنا مليون سؤال ليه علاقه بالاتحاد ونشاطاته، بس انت يعني شدتنا لمنطقه انسانيه شويه وشخصيه الى حد كبير. فكره ان فاقد البصر بتبقى عنده بصيره مش موجوده عند غيره من المبصرين، دي برضو من الامور اللي دايما قاسم مشترك بين معظم ان ما كانش كل فاقدي البصر، زي ما برضو من ضمن القواسم المشتركه اللي دايما دايما تلاقي ان دمهم خفيف. انا يعني مش عارف ايه العلاقه الشرطيه بين النقطتين دول، بس فعلا هل فقدان البصر معناه فقدان البصيره ولا مش بالضروره؟ فقدان البصر معناه فقدان البصيره؟ لا، معناه تقصد توقد البصيره يعني. لا يعني انا اقصد اقول لحضرتك ان في ناس ممكن تقابل شخص فاقد البصر لكن بتلاقي عنده بصيره مش موجوده عند غيره من الاسوياء. عدم فقد. هي المساله يا سيدي العزيز ببساطه شديده جدا هيرجعنا تاني للكلام اللي فات، ان معلش انا بس المهنه بتحكم ان انا احب اربط الامور، باعتباري استاذ جامعي فانا في النهاية خوجة يعني، فاستحملوني معلش. لا بس الخوجة ده بيطلع كلام زي الفل وأفكار مرتبة ومهذبة وكلام وشيق ولبق. ربنا يحفظك. اتفضل يا دكتور. فنرجع تاني لما قلنا إن هي مجموعة قدرات ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الإنسان، كيفية توظيفها هو ده المحك الأساسي. عشان كده يمكن بيظهر ان الفاقد البصر عنده البصيره عاليه. البصيره اللي هي ايه يعني؟ ما البصيره اللي هي الاحساس الزائد، نقدر نقول التركيز الزائد، ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي جدا، لان انا مش قادر اشوف فبركز قوي في السمع في اللمس في لازم اركز لان هو ده اللي بيدفعني في الاساس. انما اعتمادي على البصر لوحده، ودي يعني حضرتك لو شفنا دي حقيقه علميه النهارده، وقد تكون من المسلمات حضرتك النهارده وانت قاعد كده وباصص لي، لو حد جه من ورا حضرتك ما تشوفوش، شيء طبيعي طبعا، انت بس ناحيتي خلاص. ما لكن لان حضرتك ومركز على العين فقط،
لو جه حد من وراك مش هتحس بيه، لكن لو حضرتك مركز على السمع، يعني انا وانا بكلم سعادتك دلوقتي انا باصص لك بس انا مش شايفك، لكن انا لو حد جه من وراك، لو حد جه من ورايا هقفشه على طول. ليه بقى؟ لان الاذن ليها خاصيه زايده عن العين، ان الاذن تستطيع انها تحيط بالمكان، تحيط بالمكان، تقدر تسمع يمين وشمال وقدام وورا وفوق وتحت. غير العين، العين بتشوف في المنطقه الموجهه ليها وبس. سبحان الله. يعني طبعا في بعض الحيوانات او بعض الحشرات تستطيع انها تشوف كل دي تركيبه ربانيه بقى، ده موضوع تاني. لكن القصد ان انا لما بركز على العين فبفتقد التركيز على حواس اخرى. العكس صحيح، لما بفتقد حاسه العين فبركز على الحواس الاخرى، وبالتالي اللي الناس بتسميها البصيره بتبقى زايده، هو التركيز زايد، انما البصيره دي موجوده عندي وعند حضرتك. تمام. نربطها بقى بالرياضات المختلفه السبعه اللي حضرتك كلمتنا عنهم، وهنا فكره الاتحاد، ومش بنتكلم ان الاتحاد عادي ورياضات موجوده وهو بيلعبوا، لا حضرتك بتتكلم على بطولات كمان حققوها. فخلينا نخش مع حضرتك بقى في النقطه دي تفصيليا اكتر، وفي نفس الوقت خطه بقى الاتحاد في الفتره اللي جايه والبطولات اللي جايه. تمام. احنا بفضل الله تعالى يعني عندنا على مستوى المنافسه، عندنا كره الهدف دايما منافسين على مستوى افريقيا، ودائما بنشارك في بطولات العالم، وان شاء الله بنتوقع ان، لان احنا بنبني الفريق بيتجدد على الرغم انه فريق بطل، ان شاء الله بنتوقع ميداليه ما جاتلناش من سنين طويله في اولمبياد باريس ان شاء الله. الله ان شاء الله باذن الله. احنا بنشتغل لسنين، ما بنشتغلش النهارده يعني. عندنا كمان الفوتبول ما شاء الله حاصلين على ثالث افريقيا، وهو ده وفريق شباب صغنن خالص، فالامل فيه باذن الله، باذن الله رب العالمين هيكونوا في باريس ان شاء الله، لان هم لسه شباب صغير جدا واحنا بنبني من تحت ونشتغل بمنظومه علميه بقدر المستطاع، بتتاخر شويه لكن عندنا صبر، عندنا صبر، حتى لو احنا كمجلس اداره ما كملناش احنا سايبين خطط للي يجي بعدين هيكملها، ما عندناش مشكله في المساله خالص يعني. كمان عندنا رفع الاثقال ده، احنا شارك في بطولتين عالم المنتخب، وكان لاول مره يشارك في بطوله عالم، شاركوا في بطولة افريقيا طبعا اول افريقيا بفضل الله، بطولتين العالم، اول مرة فريق الولاد فريق الرجال حصل على المركز الثالث، على المركز الخامس متأسف على مستوى الفرق، والسيدات حصلنا على المركز الثالث. البطولة اللي بعدها وكانت في مصر هنا بفضل الله تعالى، المنتخب المصري رجال حصل على المركز الثاني، ودي قفزه غير عاديه، الثاني طبعا فرق، والسيدات حصلوا على المركز الثالث سيدات، والثاني برضو اسف سيدات، ده غير بقى الفردي اللي هو رفعات الشباب نفسهم. اكتر من لاعب منهم بطل موجود معانا بره اهو ان شاء الله، ابطال عالم، ابطال عالم، وضربين مين؟ ضربين فرق عوتاه في رفع الاثقال في روسيا واوكرانيا وفنزويلا، اليابان، جورجيا، فرق تقيله. احنا بنتطلع للمزيد من الضربات والمزيد من القفزات. احنا طبعا حابين يعني نكمل مع حضرتك الكلام، لكن للاسف زي ما حضرتك متخيل كده احنا محكومين بمده زمنيه معينه، يا دوب نلحق نشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى لك كل التوفيق والنجاح على الصعيدين، على صعيد رئاسه حضرتك للاتحاد وعلى الصعيد الشخصي، نورتنا وشرفتنا. انا اللي شاكر لحضرتك وشاكر لقناه النادي الاهلي الجميله. كل التوفيق. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك، وبنتمنى لك من قلبنا والله العظيم التوفيق، ويا رب كده كمان يكون في اللي الاتحاد بيحتاجه ماديا، لان النقطه دي مهمه جدا، الاستمراريه محتاجه مصاريف، فنتمنى يكون في يعني اسمحي لي بخمس ثواني. طبعا خمس ثواني بس، باعتبارنا في قناه النادي الاهلي، انا مش عايز فلوس، مش عايز دعم،
مش عايز رعاة، مش عايز حاجة خالص، هم اوريدي مش موجودين الحمد لله يعني، بس مش عايز، لكن عارف انا عايز ايه؟ عايز النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الترسانة، نادي الاتحاد السكندري، الاندية الكبيرة دي يتبنى لعبة من العاب الاتحاد المكفي، وهي لعبة لن تكلفه شيء. ليه؟ يعني ببساطة شديدة ممكن جدا الفريق اللي عندي ده تكلفة، مش عايز اقول لاعب، ده تكلفة جزء من لاعب في نادي من الاندية الكبيرة، مش عايز اكتر من كده. وآسف يا رب يعمل لكم الخير بإذن الله يا دكتور أحمد بإذن الله.